بنحييكم على شاشة التلفزيون لبنان، ورح تكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكولة الهنا. اليوم نحن بعز موسم أسبة، وبس نكون بعز موسم يعني على طول الشيف أنطوان بعلمكم إنه ناكل الأكل بموسمها بعز وقتها، لنحصل على فيتامينات وأملاح معدنية جيدة، لنحصل على جودة، لنحصل على سعر مقبول ورخيص. واليوم أكلتنا يخنة السبانغ هي أكلة مفيدة مغذية غنية بالحديد، ومثل كل الأكلات اللي منسويها فيها جميع العناصر الغذائية اللي بيحتاج لها جسم الإنسان، وبدنا نشوف كيف بنحضر يخنة السبانغ مع الأرز المفلفل. أول شيء بدي سبانغ كيلو ونص، وهون في عندي سبانغ بورقه بعده بالوحل، تركت شوي منهم لعلمكم كيف مننطفه، لانه هو بيعيش بالوحل بيعيش بالتراب، وبيجي علي شتي بيتحول التراب لوحل. منشيله، غسلناه غسيل خفيف، بس خريت شوي على الورقه من الوحل لتشوفوه لنعرف كيف نغسله مظبوط. هون عندي سبانغ مغسل، كزبره مفرومه ناعمه ضلوع وورق مع بعضهم باقه، لحمة مفرومة خشن عجل أو غنم نص كيلو، بصل ناعم بصل كبيرة أو حبة عدد واحد، زبدة شرحة، ثوم 25 جرام أو حوالي 5-6 حصوص، صنوبر أو لوز مقطع، أنا استعملت لوز مقطع، بس صنوبر أو لوز مقطع اثنين صح، الأصول عن صنوبر، بس انا دخلت اللوز عليها لانه البعض الاشخاص يمكن ما يتوفر صنوبر عندهم، فينا نستعمل لوز وما في شيء، كمان اللوز بغذي وطيب وصحي ورخيص. زيت شوي بدي لحطهم مع اللوز، ومنشان ما نقليهم لوحدهم لعلمكم كيف، لنوفر شوية زيوت. رز حبة طويلة 300 جرام، شرحة كمان زبدة للرز، عصير حامض بدنا لليخنة حوالي 3 ارباع فنجان او نصف فنجان قهوة، ملح، بهار اسود حلو، وقرفة ناعمة. اهلا وسهلا فيك ست هدى. مرحبا، كيفك؟ مبلش بالتسجيل. لانه في اثنين كانوا طالبين منا شيء جمعة الماضية وما قالوا لنا. حضرتيهم؟ ايه حضرتهم. قبل كل شيء بدنا نشوف الاول ما نركب على النار. اليخني منحط اللوز منشان ما قليه او صنوبر بمقليه، وحط معه زيت، وارجع يا استعمل الزيت فوقه، ويزيد كمية المواد الدهنية عندي، ويصير فينا صاحب البيت معه، مع مش مره واحده بينصح الواحد، انتبهوا معه بصير ينصح. انا مشان وفر هالشي حطهم هون، حط معهم قليل من الزيت، نتفه صغيره وشرحه الزبده صغيره. نزلي يا وحده، يا خفتي ينزلوا اثنين. هلا بهالعملية ليه حطيت هالنقطة الزيت؟ هالنقطة الزيت بتكسر من قوة حرارة النار من تحت، وما بتخلي الزبدة تحترق، وبتقلى بالوقت زيت اللوز، لأنه نحن ما فينا نقلي لوز على زبدة، ما بنقدر، ولا صنوبر على زبدة، بنقليه بالزيت على الحل. ولكن أنا بدي أعمل الطبخة كلها بفرد مرة، وفر تقلية اللوز لوحده بالزيت، اما اخسر زيت او استعملتهم للزيت كمان ضيفهم معهم مثل ما قلنا، بصير فينا صحة زيادة. استعملت قليل من الزيت لاكسر من حدة قوة النار منشان ما تأثر على لون وطعم ومنظر الزبدة. وفينا نحن عم نبلش ناخد اتصالاتكم على ال 14-23 يلي بحب يتصل بالشيف أنطوان عبر شاشة تلفزيون لبنان. ألو.
الو بونجور شيف. بونجورين يا اهلا وسهلا، كيفك؟ ماشي الحال. اول شيء بدي اقول لك انا كثير كثير بحبك. تسلمي، وانا بحبكم. وكنت انا عم لحقك على سيلبرتي دوات وعم صوت لك ودفعت كل شيء عندي مصاري بس لصوت لك. تسلمي تسلمي. هيدا معزتك، بعرف اني معزتكم كلكم. ماشي، سيف دخيلك، انا مزوجه جديد وبكره عيد زواجنا انا وجوزي، وبدي اعمل له جاتو شوكولا مع صوص شوكولا، بحب الشوكولا الامار كثير. بحب الشوكولا، تكرم عينك بخاطري. يلا عم بقيد. يلا قيد. شوفوا اللو شو صار، شقر دغري بهالوقت بسقط البصل دغري بيعمل ش لوقف مفعول تقلية اللوز. صار اللوز او صنوبر باللون البديه، باللون المطلوب دغري. سقط فوق البصل وحرك. هالثوم بفرمو ناعم، هلا رح نبلش له بالقلب جاتو. عند عيد جوزة حرام ما ضلش معه كل شيء عيد زواجه. جاتو شوكولا وصوص شوكولا، وصوص شوكولا ما هي مزوقة، هو جوزة المزوق كمان لأنه هو بحبه هيك لأنه بغزي. أول شيء بتجيبي 7 بيضات بيكونوا منشالين من البراد قبل ساعة، بينحطوا بآلة كهربائية، بينحط الشريط وبينضاف عليهم كباية سكر، سكر الشاي، شوي شوي منضيفهم ومنتركهم على المكنة ينخفقوا مع بعضهم تقريبا حوالي بين 8 و10 دقايق. من بعدها منوقف المكنة ومنشيل المكنة، منشيل الوعي يلي تحت المكنة على حدا، يعني مش ما يكون بعده المكنة نقدر نشغلها، وبنخل كباية وربع طحين مع ملعقة ونص كاكاو، وبتستعمل الكاكاو الصنف الجيد معك، يعني في أنواع من الكاكاو. كيف بتعرف؟ في اصناف، في ماركات معروفه، يعني الاغلى هو الاحسن. لا مش ضروري، انا لا ما بمشي فيها بالشعار. في ماركات معروفه وبتشوفها هي بالسوق، مش ضروري كل اغلى كل شيء غالي هو منيح. لا نرجع ننخل الطحين مع الكاكاو مع بعضهم، ومنجيب الوعي، اعتبري هذا الوعي، نعتبر بتجيب الطحين والكاكاو، بتضيف عليهم شوية فانيليا وشوية برش حامض، وبتبلش تعلي بالمزيج وتنزلي شوي شوي من الطحين والكاكاو معي بهالطريقة. ممنوع هيك أو هيك، ممنوع هيك من تحت لفوق مثل الغنج، بدنا نغنجهم على بعضهم لأنه هو أول شيء في حب بالنص وعيد زواج، وتاني شيء هالنوع من الجاتو ما بيحب القوة، ما بيحب، كل واحد بيحب طريقة معينة. من تحت لفوق وممنوع تحت المكنة، برجع بقول ممنوع، يعني بتخمن المكنة يمكن الشيف أنطوان حرام نسى هيك، يمكن تفكر تحطه بالمكنة وتخبطه بيطلع مثل البطون. يلا قوي النار، شوفوا كيف صار البصل واللوز أو الصنوبر هيك بده يكون، الشقار ضارب عليها واللون يلي هو عطى على لوز او صدق. منضيف الثوم بهالوقت من بعد ما افرمهم، يلي حكمل لك بس لنضيف هول. منضيف الثوم نرجع للجاتو، منجيب صينية، أي صينية ما تخافي مش ضروري قلب جاتو، يعني هودي
يلي بيقولوا لك صينيه معينه وقياس بس معين، تكون صينيه بهالشكل، هاي بتمشي وهاي بتمشي، اثنين بيمشوا. اما انتبهوا شو عم بحكي، ندهن زيت على الداير والوسط بحط طحين وبشيل الزايد، او الافضل اللي انا بحبها بنحط ورق زبده بالكعب. ورق الزبده شوفوا كيف طويل، هيدي من تحت مدورة بس تكون أكبر الورق، بطوية هيك، برجع بطوية هيك، برجع بقول هاي الورقة صغيرة بتكون أكبر، بطوية هيك، برجع هيك، حطها على النص، يعني هون بتكون على النص بس هاي بتيجي مدورة بس صغيرة قبل ما أقصها، بعرف، برجع بقصها هيك. بس انتو بتكون الورقة برجع بقول اكبر، تكون كامشي على قد الصيني. لا حط اللحمة، ونضيف اللحمة لا يحنت السبانخ، شوفوا كيفيه، لان الورقة هالقد بتبرم معي، هيديك الورقة بتكون اكبر، شفنا كيفيه، منحطها بالكعب. هلا عالداير بنحط ورقه عالداير من هون، بنلقطها بنقطه زبده، يعني شقفه زبده صغيره من هون، لك هذا شيء صغيري، وهي الورقه لتهدى هيك ما بتهدى، شوف كيف تعمل، بيجي انا بحطها بنقطه الزبده عليها وبحطها هيك من هون هدت، ومن هون بحط لها كمان شقفة صغيرة تهدى ساعتها معي بشقفة زبدة كتير صغيرة بهديها للورقة. هلا بنزل المزيج عليا، برجع بخبزه على نار متوسطة لشوي قوية، لشوي قوية بالفرن، بده بالفرن تقريبا 25 دقيقة. من بعد 25 دقيقة منشيل القالب لنعرف انه استوى، منجيب سكين صغير منشكه بقلب القالب من هون وتطلع فيه، اذا هالسكين بعده نضيف معناتها هالقالب خلص، اذا هالسكين ملزق عليه خمس ست حبوب نقط صغيرة معناتها انه بنوس النار وبتركه تقريبا 4 دقايق، اذا هالسكين طلع علي طبقه من العجين خفيفه ناعمه وست سبع حبات مبرغله معناتها بعد بده وقت، واذا لونه احمر من فوق بجيب ورقه بيضه حطها على وجهه وبنوس النار شوي وبرجع بتركه 10 دقايق بقلب الفرن لينضج. من بعد ما ينضج منشيله بتركه بالصينية ليبرد، ممنوع طبه هو يسخن، ممنوع يهبط معي القالب. لنشيلها هيدي خلصت، صار بدها جلي. من بعد ما يبرد بقصه بثلاث ميلات، كيف يعني بثلاث ميلات؟ تعلمكم كمان، بنجيب سكين منشار أفضل أو بنخيط، بس أنا بفضل سكين أريح لكم. هلا الخيط هو بيطلع بس بده معلمية. منجيب القالب منعلمه، شو يعني منعلمه؟ منشان يطلع معي على شكل الصينية بجيب السكين بقص شوي هيك شوي وشوي هيك لعلم الطبقات يرجع القالب على شكله، برجع من هون بقطعه أول طبقة تاني صاروا ثلاث طبقات، بجيب كرتوني بحطها من تحت بالكعب بلفها بورق ألمنيوم إذا منا جاهزة للتقديم، بحط أول طبقة يلي هي فوق على الوجه بحطها بالكعب لانه مالت الصينيه بيكون جالس، برجع بحشيها بالكريم، هلا بقول لك شو الكريم، بحط طبقه تاني بحشيها بالكريم، بحط طبقه ثالثه بحشيها بكل الكريم وبعمل صوص على وجهه كمان هلا بشرح لك. ناخذ اتصال ومنتابع حلقتنا. الو بونجور. بونجورين، كيفك شيف؟ منيح، يا اهلا وسهلا شيف انطون. انا عندي سؤال شوي محيرني الي.
محيرك ونخليه ما يحيرك بقى. يلا حللنا هالحيرة. بخاطرك بس علي صوتك شوي اعملي معروف. يلا سيف عطفان. نعم. البعض بيقولوا انه ما فيها شيء اذا احتفظنا بالفريزر بباذنجان شيخ المحشي يكون مقلي. نعم. والبعض بيقول انه لا بيعمل مثل بكتيري وبيصير يضر. غلط هيدي الطريقة. بقى استعانة بصديق ممكن تقلنا شو الحل؟ هل يجوز حفظ باذنجان شيخ المحشي مقلي بالفريزر أزم او لا؟ أكدين انه الفريزر حرارته فوق 8 تحت الصفر. اسمعي شو عم قلي. الو. عم بسمعك شيف. اذا الفريزر متأكد انه الحرارة تنزل فوق 8 تحت الصفر وبتحافظ على البرودة على 3-4 اشهر ما بيصير شيء. بس اذا البرودة عم تلعب بين 1 و2 و3 و0 اكيد بيصير. لا شايف هيدي فريزر بس لحفظ الغراض ما بتنفتح يعني. بس انا معي. نعم. ايه واكيد البرودة على طول قوية تحت الصفر. نعم. ايه ما بيصير شيء. جرام ميرسي لألك. بخاطري. جرام ميرسي. ومسؤوليتي إليهم. يلا. هاللحمة قلت منضيف لها الكزبرة. كمان بناخد اتصال. الو. الو. بونجور. انا اسمي سعد الخنصة. دادا الخنصة. سعد الحمصة. دادا الحمصة كيفك انت؟ سعد. سعد. دادك شو الاسم الحلو يا داد؟ عمري 8 سنين. نعم. عمري 8 سنين. مش مبين عليك. انا خمنتك عمرك شو 4. إيه؟ صوتك لا. حلو ناعم يا داد. ميرسي. شهد اسمي. شهد. شهد. شهد بالعسل. ايه. بخاطرك شو عم انت بتحبيها للماما؟ بتعمل لك اكل طيب على طول؟ ايه بحبك كتير كتير كتير. وانت على طول بتحضرينا وبتحضري تلفزيون لبنان؟ ايه بدك تحضري تلفزيون تدور. كمان عم تحضريني عم غني؟ ايه. انا بس امبارح ما غنيت. حضرتيني امبارح؟ ايه. بس ما غنيت. حطوني بس عم اقدم مصاري تشيك. زعلت كتير. لا زعلت كتير. لا ما تزعلي حبيبتي. هذا برنامج بالنتيجة بده واحد يطلع قدام التاني ما في مشكلة. وانا كتير بحبك لإلك وبحب كتير الاطفال يعني هني من عمرك واكبر شوي. تسلمي يا شهد. كتير. نعم. انا بحبك كتير. تسلمي. وهي بوسي مني يا شهد. وإلك ولكل الحل بنات والشباب الحلوين اللي مثلك الصغار. شكرا. ميرسي. ميرسي لإلك. يلا باي. باي باي عيوني مهضومة شهد. بدنا نشوف لأني كيف نغسل السبانخ. الكزبرة. السلح. استنى نعم. تبهولي شوي. هون. هالسبانخ. بيكون مثل ما قلنا عايش بالتراب مثله مثل الجزر. بجيب بالأول الضلع طلع فيه شوف إذا في ورقة دبليني بشيل عجنة. برجع من هون بقصه شوي صغيري للضلع يلي هو موجود بالتراب وبحطه. بدي عزبك تنسينا شوي الرز. برجع كمان هون نفس الشي. ناخد كمان اتصال. الو. الو. الو بونجور. بونجور شيف أنطوان. بونجوريني. على سهلا فيكي. مدام رز من حلبة بتحكي. من حلب؟ نعم. اهلا وسهلا فيكي. كيفك شيف انطوان؟ منيح منيح الله يخليك. تسلمي. شيف انطوان سؤال. نعم. في اكلات وفي حلويات بدخل فيهم كريمه الحامضه. نعم. طيب انا ما عندي كريمه حامضه شو بيعود بداله؟ ما عندك لبنه؟ في لبنه. استعملي لها لبنه. بصير بمشي الحال بيعطي نفس الطعمه؟ بتتغير شوي صغيري بس. ايه؟ بتمشي الحال. رخي اللبنة بشوية ماي. ايه؟ وضفيها بيمشي الحال. بيمشي الحال.
لك بدك تضل استاذنا معلمنا. تسلمي بخاطرك. الله يخليك لك. انت كيف ما عملت بطلع معك حلو، بتغني وبتطبخ. لا تسلمي. احنا عم نستنى مناظرة البرنامج بس تطلع فيها. تسلمي. والله العظيم مو مجاملة يا استاذ. من معزتك من معزتك هيدي. والله العظيم مو مجاملة، كنت مزين البرنامج. تسلمي. الله يخليك، ألف شكر إلك. تسلمي، ميرسي، كلك شكر. أصبح السبانخ بهالشكل من نقيه، منشيل عنه الضلع. يلي هو موجود تحت التراب، إذا في شو ضلع مهري كمان بشيله، ما بخليه فيهن لأن بيأثر على الطعمة. وبهالشكل شوفوا كم ضلع، كيف ضلوا التراب بالجات، كيف عايدي صار في تراب من الوحل، اصبح حودي موجودين بقلب السبانخ. وقت اللي بيكون عندنا هيك حالي، اقل شيء السبانخ لازم يتغسل 4-5 مرات، والغسيل بيكون بيتم دايما من فوق شيل، يعني ما بيسوى صفيت صفاية. وهلا منشوف كيف منجيبوا عيين ازاز منحط فيهم ومنفرمهم. بفرم بالاول السبانغ بهالشكل، صوب الضلوع سنتي سنتي ونص. واذا كانت الساق تبع الضلع رقيق ما بكبر، واذا كان اتخن برقق اقل. كمان بناخذ اتصال. الو الو الو. بونجور بونجور جوزيف انطوان. بونجورين، على وسهلا فيك. كيف حالك؟ ان شاء الله منيح. منيح ماشي الحال. مين معي؟ معك عماد سليمان من البقاع. يا على وسهلا فيك هيا عماد. الله يخليك يا رب. شيف انطوان بدي اسالك سؤال. نعم. لقطين بس يتعقد، عم بيطلع اراخو ما بيطلعش قاسي. نظامتي أصفتها ونقعها بدك تنقعه بالكلس. نعم. بس مش بيطلع قاسي، بيطلع هيك رخو. لا بالكلس بيطلع قاسي. أيوة. وبدك تنقعه شو 15 ساعة بالكلس. وداش بدك كلس كيلين كيلو هداي بدك؟ لا كل 5 لتر ماي. نعم. بتحط معهم 3/4 كباية من بودرة الكلس. نعم. بتحب تحركهم. ايه. بتخليهم يروقوا، بتزلن. نعم. تنقع فيهم قطع اللقطين. نعم. وبتتركهم 15 ساعة فيهم. أيوة. بعد ال 15 ساعة بدنا نشيل منهم أصار الكلس. أيوة. نرجع بتنقعهم بالماي مثل هالماي هاي، بتغسلهم. نعم. 4 مرات. ترجع لكل كيلو من اللقطين قبل ما تنقعوا بمية الكلس. نعم. بتكون زين مقابيله كيلو سكر. ايوه. نرجع من بعد ما نسلقه من بعد ما ننقعه للقطين بمية الكلس ونغسله 3-4 ادوار، لكل كيلو 1/4 ملعقة صغيرة حامض الليمون بترشه فيه وبتتركه 12 دقيقة. نعم. ترجع بتضيف عليه السكر وبتحركه معه، بتتركهم 3 ساعات، بتحطهم على النار. نعم. وبتضيف معهم كبش قرنفل حوالي 5-6 حبات، تغليهم على النار 40-45 دقيقة، ورقة عطر كمان قبل 5 دقايق، بعدين ملعقة كبيرة عصير حامض لكل كيلو، وبيطلع عندك مربى اللقطي. كلك ذوق، ممنونك. بخاطر عيونك، بخاطر عيونك. يبقى قلبي خليليك. كمان بناخذ اتصال بس لنفرجيكم المي كيف بدهم نغسل هالشوية السبانخ وشو بيطلع منه الرمل. ليش اوقات بيكون عنده مشكلة بالكلاوي بيمنعوه عن السبانخ؟ اول شغلتين، اول سبب واساسي بينخاف ما بيتغسل مظبوط، بيضل في رمل بحرك الكلاوي. الشغله الثانيه الحديد القوي اللي فيه الموجود من الحديد كمان بتاثر على الكلاوي. قبل ما اشيل بهاي الايد
تنسقط اسبانغ المغسل. يلا ضفي له ماي اعملي مارو. ثلاث ارباع. هلا فينا نستعمل لحمة مفرومة راس عصفور، ولكن أنا بفضل هاي أكتر. اثنين صح هني، بس أنا بفضل هاي أكتر، والولاد هاي بيحبوها أكتر وبتمد أكتر. شوفوا كيف كانت الماي رايقة، كيف تحولت الماي معوكرة وميلة للصفار، كأنه طالعة عاصفة رملية ولوتت الجو. شايفين كيف ليش هالرمل؟ وشوي انا شوي صغير كم ضلع عم فرجيكم اياه. برجع يحزل الماي. هذا هو الرمل. هون اذا انا جبت دغري غسلتهم، في ناس كتير يمكن يحطوهم بمصفاية بيعملوا لهم هيك شوي بشقشقوهم من تفت ماي يلا تغسلوا، لا حرام انتو عم تاكلوا. انتو بعدين هالرمل بدك تدفعوا مصاري لتشيلوه، غير الوجع من كلاويكم كله بيرقد بالكعب. لك وين هو؟ هذا بيرقد بالكلاوي. الكلوي هي مصفاية، الكلوي هي مصفاية كل شيء سوائل بناكله. الكبد هو مصفاية كل شي دم بيمرق، اصبح هالمصفاية بتصفيه، وبس تصفيه لهالرملات ساعتها ضلهم بالكلوة وصار عنا مشاكل بالكلوة ويمكن حصر بول وشغلات ووجع وما شبه ذلك. هاي هن الرملات طربات يحشيلهم، بس فرجيتكم كيف هني موجودين بالكعب بدون بهار اسود وقرفي. هلا ليه؟ لانه اذا حطيت بهار اسود وقرفي هلا بيغير لونه، بيغلي بيتحلحل كتير البهار وبيغير لونه. شوفوا هالماي شو نظيفي. كمان ممنوع، برجع بقول انتبهوا، ممنوع جيب هاي المسفية وادلقهم كلهم سوا، ممنوع. بدي على طول هيك بدي يتم كل الخضرة بالاخص على الاسبانغ هيك نشيل. شو عم بيصير؟ كل الأتربة، كل الماي، كل الغبار، كل الرمل إذا موجود كله بيتحلحل وبيصير. شوفوا الزوم الثاني بعد في شوي، لك كيف بعده اللون مغير. ومناخد اتصال جديد. الو، مرحبا شيف انطوان. مرحبتين، يا اهلا وسهلا. مها عم تحكي. مين معي؟ مها. اهلا وسهلا فيك ست مها، كيفك؟ بدي اقول لك شغله. اول شيء الجيتو ما حطينا له بيكنج باودر يا شيف. ما بنحط له يا عيني. ما بده بيكنج باودر. ملاش، انا قلت ممنوع نمزجه على المكنه. اذا مزجناه على المكنه نعم. بده يطلع مثل البطون. تذكرتي هالكلمه اللي حكيتها؟ ذكرته كله مكتوبين هلا كتبناها. ايه بس انا قلت الكتاب عندي، بس بحب هود الاوراق ايه محبوبين. بس قلت انا بمزج من تحت لفوق عمهلي. تذكرتي؟ لا، من تحت لفوق وشوي شوي لا، منشان يضل هالهوا معبى فيه للجاتو. طيب وسؤال تاني بس. نعم. اذا مثلا مرات بلف شويه ورق عنب او بعمل طبخ وما بطبخهم ثاني يوم، بيجي لارجع اطبخهم. هلا لو ما طبخين او نايم، مش هون الموضوع، عم الزيت مرات عم بيطعم. شو افضل نوع زيت؟ مش الماركه، زيت صويا، دوار الشمس، الذره، لا يتفرز غالي الماء. بعده سؤالك مش واضح. نعم، بعد سؤالك مش واضح، يعني عن اللي بفهم منك يعني انه اوقات عملت شويه قبلما وقليته وما بدي ضبن. طيب هالزيت اللي قليتي فيه مره واحده؟ ايه مره واحده. انتبهي، مره واحده بس، مره واحده الزيت. نعم، ما بيطعم اذا كان زيت نظيف. طيب بيسوى استعمل زيت زيتون وبخلطه مع لا 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 من القلي؟ ما بيسوى. طيب زيت بس بدنا نقلي فيه، انتبهي عيني. نعم، مره واحده. نعم، مره واحده. اوكي نعم، شكرا لك. بخاطرك.
هذا المي نظيفي هون برجع هون لاحظت انه خلص مش الحال وصار المي بعد نظيفي صرت بشيلهم لانه بعد في مره وحده بدي اشيلهم منهم وكله بهالشكل هيك بهالعمليه منكون تاكدنا انه الخضار مش ضروري السبانخ هلا السبانخ بس اي نوع خضره بدي اياه بهالشكل بده يتصفى لا خلص لك كيف هنشتغل لا خليهم هيك رح نعلمهم كيف هلا اهو ناخذ اتصال الو الو بونجور بالزبده بونجورين يعطيك العافيه شيف انطوان الله يعافيكي معك مدام معوض اهلا وسهلا فيكي كيفك شقنا يا شيف انطوان مع طول كل يوم معكم انا معك اكيد بس شقنا نسمع صوتك بكتب على التلفزيون اكيد بدك تسمعي بدك تسمعي الاغاني اكيد ما غنيت مع عيد الكرم لك يلا وهاليومين بنغني مع هشام على الـ LBC كمان بيمشي اوه لكن خلص انا حضرت الله راد ليك شيف انطوان نعم في مرة سألتك انه عنده صبي حساسية على الجلوتين نعم وقلت لي استعمل له خميرة الحمص نعم هلا بامريكا يا شيف انطوان ما في خميرة الحمص بتعلمني كيف بدي اعمل له اياها خميرة الحمص يلا تكرم عينك انا معك على الخط ناطرة بس من بعد ما علمك اياها لانه بدها شوية شغل مش مشكلة بدي ايه بس لك شو بدي منك نعم بدنا نصير كل مرة نعم بس تعجنيهم ايه بتشيلي شوي منهم ايه قلت لي انت هيك اعمل بس هون ما فيش خميرة الحمص هونيك قلت لي بشيلي شوي بحطهم بالبراد وكل مرة بشيلي شوي بعجن عليهم نعم بس بنشوف كيف الخميرة كيف بيعملوها يلا سكريها غطيها اول شيء الو سكرت ما بيأس لا لا انا هون معك شيف انطوان بعدي انا معك اول شيء بتحطي حوالي 10 12 حبه حمص بيكونوا نعم. منقوعين منقوعين نعم ايه بيكونوا منقوعين بالماي نعم وبتتركيهم تقريبا بنفس الماي حوالي 3 ايام بدون ما غيرهم لا ما اول مرتين بتغيري لهم ابو 5 ساعات بعدين خلص اوكي وميتهم بدها تكون قليله اوكي غمتهم يعني غمتهم عقدهم بس وي. من بعد 3 ايام نعم شيليون وي شيلي المي منهم كبيون نعم بس هني ممنوع تغسليهم اوكي بتحطيهم بوعي بتبروير بالبراد نعم وبتغطيه كمان شو 3 4 ايام بخليهم بالبراد 3 ايام كمان نعم اوكي بعدين شيليون نعم نشفيهم شوي نعم بعدين دقيهم او طحنيهم ما بيسوى يشوفوا النار انتبهي ما بيسوى يشوفوا النار نعم بتنشفيهم شوي نعم بتدقيهم نعم وبتستعمليهم خميرة الحمص طيب كيف بدي استعملهم ساعتها شايف انت هلا فهمت كيف بدي استعملهم برافو عليك جبنا طحين نعم ذرة خلطنا معه طحين رز نعم خلطنا معه طحين بطاطا الفيكول نعم وي بتجيبي ملعقة ونص من هالبودرة الحمص ملعقة صغار أو يلي صارت اسمها خميرة الحمص بتحطيها معهم نعم بتضيفي شوريك تضيفي زبدة أو زيت لإلهم نعم وشوي صغيرة بكربونات الصودا في حد بكربونات نفيك تحطي ما بيأثر نعم وبتستعمليهم هلا هالعجينة وشوية مي هالعجينة طلعت عندك نعم وشوية سكر هالعجينة طلعت عندك قبل ما تخبزيها كلها او تحطيها بقالب لتعمليها مثل البندومي او التوست او ما شابه ذلك نعم شيلي شوي منها اوكي بتغطيهم بالرز البودرة او بالبطاطا البودر نعم وحطيهم مع شوية كمان طحين بطاطا بتبر وير بالبراد اوكي او بالفريزر ما بيقس بالفريزر بيسوى بالفريزر بيسوى بس اذا بدك تستعمليها بعد شهر شهرين بس نعم. بالبراد بتهدي عندك 25 يوم على مسؤوليتي اوكي اوكي تكرم عيني سلم دقيقتك اهلا وسهلا فيكي بدر يلا حطي الرز نزليهم منضيف ملح للارز بنحرك الارز هلا فينا اذا بدكم ضلوع الكزبره اللي استعملتها انا هون بقلبها
منشان اعطي لون حلو للارز. الضلوع تبع الكزبره بحطهم مع الرز، ما بقى بعدنا بنفس الاكله، بحركهم معها وبرجع بضيف لهم المي العاديه وبيطلع الرز. في قطع خضراء من الضلوع الكزبره، وهون عندي يخنه اسباب. اهم شيء للارز انه تغلي المي، وهون يكون كمان عندنا ليك شو بدي منك، قدمي لقدام خلي يحمى بسرعه، وانا هون بقوي. ناخذ اتصال. الو. الو، يعطيك العافيه شيف. الله يعافيكي. معك مدام اشقر. مدام اشقر؟ اي نعم. اهلا وسهلا فيكي. بليز بس ما نسال، الزلابه بيسن دخلها المسكه؟ فينا بهو بتجنن. ايه ما بتاثر على العجينه. ما بتاثر، معنا السنة الماضية وصفكم مع مسكي، بس بغيركم اوقات. ايه طيب، مثلا 5 كيلو قدام نقدر نحط لهم مسكي؟ 5 كيلو؟ يخزن عامك طعم الحي؟ انه ضيعة. ضيعة بخاطرك، شارع مثل ما هو. ماشي. 5 كيلو بدك 6 حبوب مسكي. 6 حبوب يعني مبدئيا ظرف؟ ظرف لا، بدك ظرف فاين. يعني الظرف عم يكون في حبتين كبار والباقي هيك مكسرين. حسب، اوكي. ظرف فاين بيمشي الحال. ميرسي شيف. بخاطر عيوني، بخاطري. هون عندنا الارز عم نحركه. مش لازم بقى ولا رجال ولا بنت ولا مره الا ما يساوي الرز ويطلع معهم بجنن، لانه يعني عم علمكم اياه باي طريقه بيطلع معكم على طول بجنن. هالارز بدنا نحركه ليحمى، هون ليحمى، وهون عندي الماي عم تغلي. بس نضيف عليه الماي هلا بيعمل ودائما الرز ممنوع، انتبهوا، ننقعه بمي سخنه ممنوع، اي نوع من الرز. اكثر شيء بينقع بين ربع ساعه نص ساعه نص ساعه بماء عادية. شو يعني ماء عادية؟ الماء يلي متوفرة يلي موجودة عنا بالبيت على طول، لا نار ولا براد، لأنه بخاف لكم ماء باردة واحد يشيل أناني من البراد ويستعملها. يا هون عنا الماء غلت. كمان ناخد اتصال. ألو. ألو. ألو بونجور. كيفك يا شيف؟ كيفك أم أحمد؟ الحمد لله. منيحة؟ الحمد لله، الله يعطيك العافية شيف. الله يعافيكي. شيف عندي سؤال، القريشة بتنحطش بالفريزر؟ قريشة؟ إيه؟ لا. طب بالبراد قديش بتهدي؟ بالبراد إذا بلا ملح. إيه بلا ملح؟ يومين ونص، ثلاثة يعني صعبة والملت فوق. إذا بملح 4-5. طيب شيف الفطاير بكشك قديش بنحط للكشك ماي وزيت؟ حسب نوع الكشك. كيف يعني حسب يعني. نوع الكشك؟ مش كل كشك بيطلع مثل الثاني وبيروق مثل الثاني، حسب ما مصنعينه. حسب ما مصنعينه. ايه يلا دقيقة هلا تغلي بعد. حسب ما مصنعينه. ايه نعم. في عندي كل ملعقة من الكشك. الو. ايه نعم. تاخد فنجان قهوة مي. ايه بطبخة الكشك، بالطبخة. أما بالفطاير. بس عم بحكي عن الفطاير. ما عم قلك. إيه؟ أما بالفطاير. ايه كل ملعقة من الكشك معرمة. ايه نعم. تاخد ملعقة وربع ماء. ايه نعم. وشو ملعقة صغيرة ونص زيت. مش بس بالماء، بدها زيت كمان. ويفضل مع بصلة وشوية بندورة. ايه نعم. ونتفة صغيرة رب البندورة. اوكي. واللي بده حار بيكون رب الحار. ايه انا بحط شوية حار مطحون، شوية مزبو. بابريكا وشوية فلفل اسود. مزبوط. طيب شكرا لك يا شيف. بخاطري. ميرسي. هون للرز المي غليت، منضيفها على نار قوية للأرز. يا حركي يوم. نار خفيفة ومغطى، بس نحط الرز من بعد نار قوية يغلي، منحطه على نار خفيفة وبيغلي، مننوس النار على الآخر، نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا المباشرة أنا والست هدى. منتابع حلقتنا المباشرة عبر شاشة التلفزيون لبنان.
يعني نسوي الكريمة بقلبه للجاتو الموس ونسوي الصوص بدي إياه موس. انتبهوا في فرق في جاتو في حشوة لوحدها شيء وموس شيء تاني. الموس على أصوله بدنا نعمل موس على أصوله. ثلاث صفارات بيض بكونوا مسقعين البيضات شيل الزلال بستعملوا للعجة بستعملوا للبانيلا غير شيء ما بكبه. حط على النار 250 جرام سكر مع فنجان قهوة مار بغليون بس يجوا يشدوا شوي صغيرة ضيف عليهم قليل من عصير الحامض وبضيف شوي شوي القطر السخن على أصفار البيض. بجيب شوكولا 200 جرام بفرمهم صغير ناعم ضيفهم دغري عليهم مع القطر بيدوبوا تبقوا وبخفف من قوة الحرارة الموجودة فيهم ضل بحركهم ليبرد بس يبردوا. هلا عم تضيف بهار أسود حلو وقرفة ناعمة هدى للسبانخ بس يبردوا. بجيب كباية ونص كريمة سايلة بخفق مع 4 ملاعق سكر بودرة شوي شوي لتشد وتكون مسقعة الكريمة البيضة سايلة بس تشد بمزجها كمان ممنوع هاي تكرجع انتبهوا هاو شغلات كتير حساسين بدي اخفقهم بهالطريقة هاي عمهلي هيك ممنوع بسرعة برجع بهبة المزيج يعني اسمه موس بدي اكلها وتكون دوبان تدوب بتمي دوبان اسمه موس حرك عمهله برجع هالثلاث طبقات يلي انا قصيتهم وعلمتهم حطينا باول وحده يلي كانت فوق صارت تحت لانه ما بتكون ملسه قد ما ملسها ما بتطلع ملسه مثل الكعب الصيني الجالس لفيتها بورق الومنيوم او اي ورق او دونتيل بدي اياه حطيتها بدهنها بهالموس برجع طبقه ثانيه على نفس الزيح اللي قصيته كمان موس الطبقه الاخيره كمان موس عليها وعلى الدقيق. هلا هالجاتو يلي عندي بدي احطه بالبراد في طريقتين اما بلبسه شوكولا وهلا بنشوف كيف يعني بحطه بالبراد ليسقع شوي وبكون مالس دوب 300 جرام شوكولا وبحطها على مسفاية مصباح وبحط فوق منهم الشوكولا دايبة على الوجه وبملسهم وبتركهم ينزلوا على الداير والصينية تحت المصباح نضيف للشوكولا اللي بيزيد ارجع استعمله بغير طريقة بغير تحضير وساعتها بيكون تلبس كله شوكولا والموس بقلبه والجاتو بقلبه. اما الصوص بطريقتين اما حط على النار 150 جرام شوكولا مع 150 جرام كريمة هيدي الصوص. صوص تاني اخف بغلي كباية حليب مع كاكاو صنف جيد حوالي ملعقة ونص كبار ضيف معهم سكر ملعقة ونص كبار وملعقة صغيرة ونص من الكورن فلاور اخر شيء بدوبهم عليهم بغليهم غلوي على النار وبستعملها صوص وتكرم عينك وينعاد عليك وكل عيد وانت بألف خير. لزيح لك شوية السكين هيدي هون الشيف شو نسباني هلا بنجيب سكين صغير بنساوي فيه الحامضة سبانخ صارت منيحة يلا دفي لي عصير الحامض هي ليش بسرعة صارت ليش أنا بفضلها يعني أول شيء يمكن الولاد شوي منهم بقولوا ما بدنا لحمة بيزيحوا اللحمة على جنب بهالعملية صارت اللحمة موزعة بكل الطبخة. الشغلة الثانية يعني بكل الطبخة شوفوا كيف كلها ما بقى في شيله. الشغلة الثانية أسرع وقت اللي بتكون لحمة قطع راس عصفور إذا كانت غنم بدها بين 3/4 الساعة والساعة تستوي لوحدها قبل ما ضيف السبانخ وإذا كانت لحم عجل بدها ساعة ونص الساعتين تغلي لوحدها على نار خفيفة قبل ما ضيف السبانخ. هاو شغلات لازم نعرفهم بس بهالطريقة تطلع معنا طيبة ومليحة وأنا بحبها هاي. يلا ضيفي عصير الحامض
برافو. نحركها ونسكبها. انا بدي زيح حامض، نقطع شوي لنزين فيه الرز عالداير. حطي هودي هدا هون هاي خيمي حطيها هون، جيب الطنجرة هون كده كده. نحن عم نسكب السبانغ، بنشوف مقادير يخنة السبانغ عبر شاشة التلفزيون لبنان. نسكب الرز، نحط الوعي بده شوي بعد. ما في شو مسكوا بجات مطاول، يلا بلا بلا نسوي اليوم بهاي الشد. مسكوا بجات مطاول شوي. عندنا نية خفيف اليوم. ونحط دير مندارو شرحات من الحامض. أدمي هدى حلقتنا من اليوم انتهت، يلي سويناها أنا والست هدى على شاشة تلفزيون لبنان، يلي كانت يخنة السبانغ مع الأرز الفلفل. ميرسي هدى على معاونتك على الطبق الحلو. منحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، منشوفكم بحلقات جديدة.